حب البحث والاكتشاف فطرة كل إنسان، بدءا من شعوره بالمشكلة انتهاءا بإيجاد حلول لها. حديث المجالس يخلو من ذلك، ولهذا قرر ماجد العنزي بهمته وطموحه إدارة دفة الحديث لنتائج بحوث قد تكون طي الكتب وحروفا في ورق. إنها التقنية الوسيلة الأسرع في الانتشار، وفي ظل ثقافة العصر وتويتر منبر الحديث لكل أطياف المجتمع. عمد ماجد العنزي على خلق منصته بتغريدات البحوث العلمية تبسيطا وتلخيصا، حتى أصبحت قناته العلوم بالعربية مقصد الكثير من مفكر ومختص وباحث وطالب معرفة. إنها الأفكار تظهرها الحاجة وتصقلها المهارة. لقناة عين، بدر الدوسري، الرياض.